منذ نشأتها في عام 2000 عملت كهرباء على توفير احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على هاتين السلعتين الحيويتين، ونجحت في الوفاء بالتزاماتها وحققت العديد من الإنجازات. وكانت رؤية قطر الوطنية 2030 المحرك الرئيسي لكهرباء لتغيير نظام إدارتها من الاستراتيجية المبنية على الأهداف إلى الاستراتيجية المبنية على النتائج، فأطلقت في عام 2014 استراتيجيتها طويلة الأمد والتي تتوزع على 3 مراحل حتى عام 2030. كما تساهم كهرباء برؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها في تحقيق غايات وأهداف رؤية 2030 بركائزها 4، تماماً كما أرادها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقد حققت كهرباء خلال المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية العديد من الإنجازات، حيث قامت برفع مستوى كفاءة شبكاتها لتقديم أفضل الخدمات، وبلغت تغطية شبكة الكهرباء 100% ومثلها تقريباً للمياه. وتعتبر مؤشرات أداء شبكة الكهرباء الأفضل عربياً وعالمياً من حيث الاعتمادية ومواكبة التطور العمراني وتوفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعد دولة قطر الأعلى عربياً في احتياطي الكهرباء. وعلى صعيد الأمن المائي جاري تنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى، والذي يعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، ويشمل 15 خزاناً بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد. وسترفع المرحلة الأولى السعة التخزينية إلى حوالي 1400 مليون جالون بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026، وتبلغ السعة النهائية للمشروع 2,300,000 جالون. وأولت الدولة اهتماماً خاصاً بالأمن المائي، إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال النصف الأول من العام المقبل. كما تم الانتهاء من مشروع تأهيل آبار المياه الجوفية والتي تبلغ 320 بئراً، حيث يكفي مخزون كهرباء الاستراتيجي من المياه الجوفية العذبة حاجة الدولة الأساسية من مياه الشرب لعدة سنوات. ومع فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم 2022، عملت كهرباء وفق خططها الاستراتيجية لتأمين توفير خدماتها لجميع المرافق الرياضية والمنشآت الفندقية وغيرها، كما تقوم بتنفيذ 5 محطات لملاعب كأس العالم بتكلفة 800 مليون ريال، وتم تشغيل أول محطة لاستاد خليفة. كما تشارك بدور رئيسي وفعال في مشاريع الريل، حيث تقوم ببناء وتشغيل 5 محطات لتغذية مترو الدوحة بتكلفة 1 مليار ريال قطري، وتم تشغيل أول محطة منها في يوليو عام 2017 في منطقة رأس أبو فنطاس. وقامت بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه لميناء حمد، أحد أكبر موانئ الشرق الأوسط وبوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، كما تسعى إلى إنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية حتى عام 2022. وقد نجح البرنامج الوطني ترشيد في خفض استهلاك المياه بنسبة 20% والكهرباء بنسبة 18% خلال 5 سنوات الماضية، وخفض 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة. ويهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% والمياه بنسبة 35%. وتم افتتاح حديقة كهرباء للتوعية في أبريل عام 2017 كمنصة للعلوم فريدة من نوعها في العالم، وقد استقبلت الحديقة أكثر من 25,000 زائر من كافة قطاعات الدولة. واهتماماً منها بالعنصر البشري باعتباره الاستثمار الأهم، أطلقت كهرباء حاضنة الإبداع والابتكار لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في العمل. وتواصل كهرباء مسيرة نجاحها رغم الحصار الجائر، ونجحت في تحقيق مزيد من الإنجازات وإطلاق عدد من المبادرات والحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية. ولم تتأثر مشاريعها بهذا الحصار، حيث نجحت في المضي قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية حسب الجدول الزمني المخطط لها لاعتمادها مبدأ الانفتاح الاقتصادي وتنوع المصادر محلياً وعالمياً. ونجحت كهرباء في الوفاء بالتزاماتها بالمحافظة على استدامة الخدمات وتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة دون أي تكلفة إضافية أو تغيير في خطتها لتبنيها الخطة الاستراتيجية المبنية على إدارة المخاطر في جميع أعمالها. وأخيراً تجدد كهرباء التزامها ببذل أقصى الجهود لاستكمال مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، والعمل على تنفيذ التوجيهات السامية وترجمة مضامين خطاب سمو الأمير خلال افتتاحه دورة الانعقاد 46 لمجلس الشورى إلى واقع. الانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي خلال مدد زمنية محددة، وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ، وفي تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز.
نقول أن احنا نفتخر ونعتز بك قائدا واميرا ونبادلك المحبه، وان شاء الله نعاهدك اننا راح نترجم هذه المحبه والعزه من خلال انجازات في قطاع الكهرباء والمياه، ونوعد الشعب دوله قطر باننا سوف نستمر في مسيره العطاء والرقي لهذا الوطن.